نطاق والسلاح الطائفي، يعني للأسف هو واقع مفروض يعني نتحدث نحن في هذا السياق رغم الحزن الذي نشهده يعني ونراقبه. هذا الانقسام الهائل والخطير سيبقى السلاح يتكلم، وللأسف الشديد يعني دعني أقولها سماحة السيد، بين السنة والشيعة وانعكاس كل ذلك على باقي مكونة العراق. سنتحدث هنا بنافذة قصيرة يعني في المدة القليلة المتبقية 4 دقائق تقريبا عن المكونات الأخرى التي خرجت من العراق، المسيحيين الذين هجروا وتركوا هذا البلد وهم نعم هو داعش يستهدفون الشيعة فقط، يستهدفون الأقليات قبل أن يستهدفون الشيعة. لكن أنا أقول يعني وحدة منطقة موصل نينوى كلها خرجوا منها. نعم خرجوا وأملي أن أقول لهم أنهم يرجعوا، لكن في هذا الحال لا يستطيعون أن يرجعوا. ووحدة من اللي تخفف الأمور على الطائفية إنجاز التعبير أنه يجب، أنا أطالب من هنا من قناتكم أيضا أنه يسعى إلى تشكيل الجيش العراقي من جديد أو أي عنوان آخر، حرس وطني غير شيء، المهم يجب تأسيس جيش لكي يكون القتال ما بين الحكومة وما بين الإرهابيين، لا ما بين الشيعة وما بين السنة. هذا أمر مهم يخفف جدا من الاحتقان الطائفي. يعني وهذا هو المستقبل برأيكم بالنسبة إلى المنطقة؟ المستقبل بتأسيس جيش، لا ليس هناك أي خطوة من الحكومة ولا من خارج الحكومة لتأسيس جيش وطني لمحاربة الإرهاب، وإنما كل الأمر أن الحشد الشعبي الآن هو من يقاتل الإرهاب. وسيستمر هذا الواقع حتى إيجاد يعني. لو كان باليد حيلة لما رفضت أن يستمر هذا الحال، ولسعيت إلى تأسيس جيش لكن ليس باليد حيلة.